جهاز تنمية المشروعات، حلم القضاء على البطالة أصبح حقيقة. تسهيلات كتيرة بيقدمها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشروعات الناشئة بهدف القضاء على البطالة وخلق فرص عمل جديدة، وكمان توسيع دائرة الاستثمارات المحلية والوصول بيها للأسواق العالمية. يعني مثلا هنلاقي الجهاز منح قروض بقيمة 5.3 مليار جنيه لتمويل حوالي 247 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر، وفرت حوالي 395 ألف فرصة عمل، ده بس في 2018. أما في الربع الأول من 2019 هنلاقي الجهاز نجح في أنه يضخ قروض وصلت ل1.5 مليار جنيه، ووجه 820 مليون جنيه للتمويل متناهي الصغر، وخدم 56 ألف عميل منهم 48% من السيدات بالتمويل المتناهي. ولو حبيت تحصل على قرض من الجهاز وتبدأ مشروعك، يبقى لازم تتوجه لأحد فروع الجهاز بفكرة المشروع ومعاها دراسة خاصة بيه والبطاقة الضريبية وكمان السجل التجاري أو الصناعة الخاصين بيك. وكمان لازم تختار نظام التمويل الخاص بيك، سواء إقراض مباشر أو عبر البنك أو الجمعيات الأهلية، ولازم تكون بتتمتع بالأهلية القانونية وحسن السير والسلوك وتجيد القراءة والكتابة، وتكون مقيم في نفس المحافظة محل النشاط أو المحافظة المجاورة، وأخيرا يكون معاك عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع، ويكون ثابت التاريخ في الشهر العقاري.